الجانب الثاني بقى معانا نموذج برضو بتشارك في استمرارية العمل، تطوير المصانع، مش هنقف ونستنى بقى لغاية لما الأزمة تنتهي عشان نكمل رسالتنا. جهود كبيرة جدا في تطوير المصانع الكبرى، الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وهي التابعة لقطاع الأعمال العام عندها يعني كم من المصانع الكبيرة اللي بتقدر نقول نقدر نقول بتنتج منتجات استراتيجية. طيب عشان نعرف أكتر عملوا إيه وشغالين إزاي من أجل الحفاظ على الإنتاج، معنا على التليفون السيد المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية. مساء الخير يا فندم. مساء الخير أستاذ أيسر، تحياتي لحضرتك ولمشاهدينك الكرام. فندم احنا عايزين نطمن أولا عن دوركم وعن استمرارية الإنتاج، وده الشغل الشاغل حاليا، يا ترى الإنتاج هل مستمر؟ هل في عملتم إجراءات احترازية معينة في المصانع التابعة لحضراتكم؟ إيه هي نطلع عليها بعد إذن حضرتك؟ طبعا احنا خدنا كل الاجراءات الاحترازيه المطلوبه طبقا للتعليمات اللي جات لنا من وزاره الصحه، ومن ناحيه التعقيم وقياس الحراره للعاملين والتباعد الاجتماعي وتخفيض الاعداد بتاعه العاملين سواء كان الاداريين او بعض الاعداد اللي هي الانتاجيه، وحولنا العمل في بعض الشركات الى شيفتات طبعا بمواعيد متناسقة مع مواعيد الحظر، نعم، وبالتنسيق طبعا مع الجهات الرسمية. فاحنا يعني بنحاول ان الانتاج ما يتأثرش ويستمر، ولكن في نفس الوقت بنحافظ على عمالنا، لان دول يعني ثروتنا في الحقيقة، العمال بتوعنا، فكان لازم ان احنا ناخد كل الاجراءات الاحترازية علشان جميل نحافظ عليهم. ولكن طبعا احنا التعليمات عندنا ان احنا ننتج بأقصى طاقة، وإن احنا نحاول بقدر الإمكان إن احنا إنتاجنا ما يتأثرش، وخاصة عندنا بعض المنتجات الاستراتيجية زي ما حضرتك عارف، عندنا الأسمدة وعندنا الكيماويات وكده، ففي بعض المنتجات زي مثلا الكيماويات احنا بنضاعف الإنتاج عشان نقدر نلبي احتياجات السوق من المنظفات والكيماويات المطلوبة للتعقيم في هذه الفترة. طيب يا فندم، يا ترى برنامج إعادة الهيكلة للمصانع الكبيرة اللي عندكم هل توقف ولا مستمرين برضو في رغم الأزمة اللي موجودة؟ لا طبعا مستمرين، والتنفيذ جاري على قدم وساق. في بعض البرامج طبعا اللي هي بتتطلب خبرات أجنبية إنها تكون متواجدة، دي اللي اتأثرت شوية، لأن طبعا حضرتك عارف إن الأجانب ممتنعين حاليا عن ان هم يجوا طبعا خوفا من موضوع كورونا وعشان حظر السفر، فبعض الحاجات متاثره بهذا الموضوع، لكن البرامج نفسها شغاله، واللي بنقدر نعمله عن طريق الفيديو كونفرنس واجتماعات مستمره في التفاوض والكلام من ده عن طريق الفيديو كونفرنس مستمر. فيعني باذن الله يعني خططنا ان شاء الله ماشيه في طريقها، وان يعني بندعو الله ان يكون الظروف دي ظروف طريقه، ويا ربنا يعني يكشف الغمه ان شاء الله باذن الله. مزيد من التوفيق سيد المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس شقه القابضه للصناعات الكيماويه. شكرا يا فندم. شكرا.